قال مدير قناة العربية الإعلامي السعودي تركي الدخيل إن وسائل الإعلام التقليدية والمواقع الإلكترونية التي لم تحاول مواكبة التغيير سيرفضها الجمهور. أن معظم هذه الصفات هي من أبحاث أجريت في الغرب. الحديث عن الألفيين في العالم العربي أشبه ما يكون بالحديث عن التعاطي مع المخترعات العلمية في العالم العربي. وأشار الدخيل في تصريحات للأيام على هامش اللقاء الذي نظمه مركز الشيخ إبراهيم تحت عنوان حديث الساعة إلى أن تحدي مواكبة التغيير قد يبدو أكثر صعوبة أمام الصحف المطبوعة مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى نظراً لعدة اعتبارات من بينها الكلفة. اليوم مش الصحف المطبوعة، اليوم حتى القنوات الفضائية إذا لم تتواكب مع هذا التغيير حتنحسر عن التأثير. الصحف المعاناة لديها أكبر بسبب أنه كعكة الإعلانات تغيرت، السوق الإعلاني لم يعد كما كان، وبالتالي نسبة التوزيع قلت، الورق قاعد يغلى. كل من لا يتواكب مع التغيير ويتفاعل معه كما يجب ويحاول أن يسرع من آليات التحديث لديه سواء كان فردا أو مجموعة أو قسما. وكان الدخيل قد تحدث خلال اللقاء عن مواكبة المتغيرات التي فرضها انتشار وسائل الإعلام الاجتماعي وتسارع التقنيات وصعود الإعلام الجديد، حيث لفت إلى أن 75% من المتلقيين هم من ينتمون إلى ما يعرف بجيل الألفية والذين تتجاوز أعمارهم 35 عاماً. تمام أبو صافي، صحيفة الأيام.